Hello everybody. Avenida de Andalucía. شارع أندلسية. شارع الأندلس. بون هاد اللقطات هادي بحق قدرتها غير بان لي هاد لو بارتي بوبولير البي بي حزب أو الحزب اليميني الإسباني ماشي بوث في او زد داك لا بوكس باردون هذاك اليمين المتطرف ديالهم، ولكن كيتحالف مع هذا ملي كتكون المصلحة ديال المهم هذيك موتشا غراسياس ماشي ليا، لان انا في الحقيقة انا ماشي متسيس، مي كان بعض الأحيان هذا الحزب هذا المواقف ديالو هي مواقف عدائية للمغرب في العديد من المرات، ولكن ملي كتجي المصلحة العليا للوطن كيحطك وراه، كيعرف المصلحة ديال الدولة الإسبانية في علاقة طيبة مع الدولة المغربية، واخا داخليا هما مكرهوش، لان داك الفكر الاستعماري دائما متواجد. اما دوك ما غنسبهمش، ولكن موسخين في كلامهم سورتو ملي كتجي المساله المصلحه ديال المغرب او المصالح المغربيه، وهو داك حزب فوكس، وحتى واحد اليسار المتطرف ديالهم المواقف ديالهم من الصحراء بالحق الزمان كيدور. كتشوفوا هذه العجلة هذه، واحد الجهة هي هنا والأخرى لتحت، كيمكن تدوروا، هذا هو التاريخ، يعني شي طالع شي هابط، واللي ذكي هو أنه يحاول ما يخلقش الأعداء. وكنظن هذه هي السياسة ديال المغرب، أنه كيتجنب يدخل في العداوة، والسياسة ديالو من دائما هي هذه. كاين البعض اللي كيعتبرها أنها كما كيقولوا هنايا الإسبانيو جوباردية خوف، ولكن لا، أنا كنعتبرها حكمة وتبصر، لأن الحروب كتعطي الخراب والدمار. المغرب عبر هذه السياسة دي اللي يمكن نعتبرها تشبث بالمصالح دون الدخول في حروب، وغنبقى اليوم غدا اليوم غدا حتى ناخذ الحق ديالي، وهذا هو اللي يجعل المغرب أنه ياخذ الاستقلال ديالو على فترات اللي كنسميوها اون ديتاي، وباقي البقية ستأتي إن شاء الله، يعني في عهد هذا الحزب ولا في الحزب الحاكم حاليا البيسوي ولا في أي حزب، المغرب في علاقة طيبة مع الجيران ديالو. راه لحد الآن شي واحد يقول لي وهذوك اللي هك شرق المغرب، صراحة أنا على الأقل بعد من اللي وعيت لدابا المغرب ما كيأديهمش، المغرب دائما في موقف دفاع، وطوطار غينتصر، لأن الحق معانا والتاريخ معانا، بيان سور اللي ماشي معانا هو المصالح ديال الدول، كل واحد كيضرب على راسو، كل واحد كيستعمل القضية الصحراء كورقة ضغط على المغرب باش يعني كيعتبرونا بقرة حلوب، وهاد البقرة الحلوب صافي ولا الثور. نوقف هنا، انا بديت نخرج ندخل وخرج في الهضره. تحياتي من شارع اندلسيه، والوجهه صراحه هو اننا غادي نمشيو لواحد المسجد هنا في مدينه مالاغا، هذا هو يلا تحياتي، تشاو.